بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اليوم بحمد الله تعالى الرسالة الثالثة لمديرية أوقاف المنوفية على كبر السماء، وهي سيارة تحمل ثلاثة أطنان، إضافة إلى الرسالة الأولى والثانية، ليبلغ المال ما وصل توزيعه على مديرية أوقاف المنوفية 8 حتى اليوم 24/8/2020. كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، كمال أبو سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر. اليوم بنشهد استلام الدفعة الثالثة من لحوم سكوك الأضاحي لعام 1441 هجرية 2020 ميلادية. كمية اليوم اللي استلمناها في مديرية أوقاف البحر الأحمر هي 2 طن، ودي الدفعة الثالثة، ليكون إجمالي الدفعة اللحوم اللي استلمناها 6 طن بإجمالي 6000 كيلو لتوزيعها على المستحقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه تسلمت اليوم مديرية أوقاف الإسماعيلية اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020 مقدار 3 طن من اللحوم الطازجة، لحوم سكوك الأضاحي، توزع على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. وصلت إلينا اليوم الرحلة الثالثة إلى مديرية أوقاف البحيرة، وهي مشروع لحوم سكوك الأضاحي، والكمية التي وصلت إلينا اليوم مقدرة بثلاثة من الأطنان من اللحوم. هذه الأطنان التي تقيمها وزارة الأوقاف لنوزعها على المستحقين إن شاء الله. ونحن ندعو جميع المصريين وندعو جمهور البحيرة إلى إن شاء الله في العام المقبل نتبرع إن شاء الله بسكوك الأضاحي، هذا المشروع القيم الذي يوصل الحقوق إلى أهلها. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الساك رضا رشاد، تم وصولي بمديرية أوقاف البحيرة بحمولة 3 طن من لحوم سكوك الأضاحي اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020.